للعام الثاني على التوالي ينظم مشروع بودكاست عربية فعاليات أسبوع يوتيوب المرأة العربية بمناسبة شهر المرأة في مارس، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى التي تم فيها اختيار 70 مشتركات من 3 دول عربية هي الجزائر، تونس والأردن لتقديم فيديوهات هم المرأة العربية في مجالات مختلفة تشمل الصحة، الثقافة والجمال، وهي الفيديوهات التي جذبت عشرات الآلاف من المشاهدات. سعداء جدا بتنظيمنا للدورة الثانية من أسبوع يوتيوب المرأة العربية عام 2017. يعني الأمر ما كانش سهل، لأنه كما تعرفوا يعني المرة الثانية ننظموه يعني بدون تمويل. شوفوا إنه المحتوى العربي موجه للسيدات ومحتوى يعني ضعيف من ناحية الكمية، فحبينا أنه ننظم فعالية اللي تشجع صناعة المحتوى الموجه للشبكة لفائدة المرأة العربية، من المرأة إلى المرأة. في 2017 اخترنا 4 مواضيع في 4 مجالات تشمل الصحة، الثقافة، المجتمع والجمال، وكل مشتركة راح تكون عندها الحرية في أنه تختار موضوع من هذه 4 مواضيع وترسل فيديو المشاركة. وهذه المرة راح تكون مسابقة على شكل مسابقة، والفائزة راح تتحصل على جائزة قدرها $1000.